واحد المخطط جديد لم يسبق لمحاكم المملكة أن شهدت مثله. في سنوات الرصاص في المحاكمات الكبرى السياسية لم يسبق لأي متهم، رغم أن التهم اللي كانت آنذاك كانت تهم الفقه والمحاكمات السياسية، ومع ذلك كان هناك احترام للقضاء، كان هناك احترام للعدالة، وكان المتهم يظل في الجلسات يحضر للمناقشات إلى حين صدور الحكم، إلا إذا كان هناك عائق بمعنى هناك مانع صحي كيحل دون أنه يبقى في الجلسة. هنا كنلقاو نفوسنا أمام واحد المتهم غريب الأطوار كغرابة التهم المنسوبة إليه، كيجي كيختار فين يحضر وفين ما يحضرش. تيقول لك هو ما مستعدش يحضر المرافعة ديال دفاع المطالبات بالحق المدني. في الجلسة السابقة أثير هذا النقاش، اليوم كيحضر للمحكمة وتيرفض أنه يطلع الجلسة. المحكمة بدون سبب يرفض، بدون سبب، بالنسبة له هو يمتنع الاستماع لمرافعة المطالبات بالحق المدني. القانون المادة 423 واضحة في حالة امتناع المتهم على الحضور للجلسة أن المحكمة تنذره إنذار أول، في حالة الامتناع تنذره الإنذار الثاني. تتنظروا كتقول له راه ما يمكن لكش هذا، راه خاصك تحضر، والا ان المحاكمه ستستمر في غيبته الى حين صدور الحكم. المره الثالثه منين كيرفض هو الامتثال للانذار الثاني، يتم احضاره بواسطه القوى العموميه. في حاله، في يعني اقصى الحالات، هو ان المحكمه تختار بان تستمر في مناقشه القضيه في غيبة المتهم إلى نهايتها، ماشي لجلسة أو جلستين أو اختيار المتهم إلى آخره. القانون إلى نهاية المحاكمة لن تتوقف في غيبته، فقط أنها تبلغه بالحكم. وأنا ذاك أرى الحكم كيصدر بالوصف القضائي اللي كاين، اللي هو بمثابة حضوري، يطلع عليه الحكم أنا ذاك. لكن ما يقع الآن أن هناك واحد العملية تمثيلية، الدفاع حاضر في الجلسة، الدفاع حاضر وهو يرفض الحضور، والدفاع يريد أن يأخذ الكلمة في غيبة المتهم، مع العلم أن الدفاع يؤازر ولا ينوب، حينما يؤازر لا يمكن أن يتكلم في غيبة المؤازر، وبالتالي هذه واحد المسرحية احنا كنعتبروها الآن مسرحية، كنعتبروا فيها إهانة للقضاء، وغتكون سابقة خطيرة أمام القضاء، لأن إلا تفتح هذا الباب كل المحاكمات غتولي محاكمات غادي نخويوها المحاكمات من مضمونها اللي هي التوجهية، اللي هي المناقشة الحضورية، اللي هي المرافعات. والمشرع ما تيجيبش نصوص عبثا واعتباطا. المشرع منين كيقول بأن خاص المطالبين بالحق المدني هما الأولين اللي يتقدموا بالمرافعة ديالهم باش تيخلي الفرصة وكتبعوا النيابة العامة عاد دفاع المتهم، لماذا؟ باش يبقى دائما الحق للمتهم أن يعقب وأن يرد على كل ما جاء في مرافعة المطالبين ومرافعة النيابة العامة، وهذا امتياز للمتهم، امتياز للمتهم يستفيد منه. أكثر من ذلك أن الكلمة الأخيرة تظل دائما للمتهم، ولكن حنا الآن كنلقاو نفوسنا واحد العملية اللي بغات تقلب المسطرة الجنائية كلها، قواعد المحاكمات كلها بغات تقلب، باغي نمشيو بواحد المزاجية ديال واحد الشخص ربما أن كل سلوكاته شادة، والآن يأتي بسلوك جديد شاد، ولكن المحكمة هي ملزمة بأن تطبق القانون وبأن تصون كرامة القضاء وكرامة العدالة.